جمالا يا رمضان، نورا يتلالأ بالقرآن. بركاتك كم تبني الإنسان بالطاعة فيك وبالإحسان. وتشاء أنت من البشائر قطرة، ويشاء ربك أن يغيثك بالمطر. وتشاء أنت من الأماني نجمة، ويشاء ربك أن يناولك القمر. وتشاء أنت من الحياة غنيمة، ويشاء ربك أن يسوق لك الدرر. وتظل تسعى جاهدا في همة، والله يعطي من يشاء إذا شكر. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت على إنه نقطة مهمة جدا عشان عودة الروح إنك تفتكر أيام البدء وذكرياتك الأولى في الطريق وخطواتك الأولى في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، تفتكرها بشكل إيجابي يخليك تستعيدها من تاني وتسترجع البداية المحرقة من أول وجديد. ولكن كان لازم في الحلقة دي نأكد على مشكلة كبيرة بتحصل عند بعض الناس العاطفيين بالذات لما بتحصل المقارنة دي، وبياخدوها كمقارنة سلبية محبطة ميأسة بتعمل لهم اكتئاب وبتشلهم في مكانهم. وهي ايه بقى؟ انه يفضل يقول لك بص انا والله ما عدتش زي ما انا ما عدتش عارفني، انا ما عدتش زي زمان. نسمع كتير الجملة دي، لست كما كنت، انا ما عدتش زي زمان، مش حاسس بقلبي زي الأول، صلاتي ما عادتش زي الأول، كلماتي ودعوتي وبرامجي وحاجتي مش زي الأول. فده أحيانا بيكون مدخل من الشيطان عشان يوقعك ويخليك تترك العمل. أحد النظريات يا جماعة المشاكل النفسية اللي عند بعض الناس بيسموها all or none. يعني all or none؟ إن في ناس عندها يتبقى طب ومية مية المركز الأول في كل حاجة، يا إما ما تعملش أي حاجة وتوقف كل حاجة، يا إما يكون يصلي القيام 11 ركعة في المسجد بجزء، يا إما يترك التراويح بالكلية. ويمكن ده كان ابتلاء كبير عند عباد كتير خلال شهر رمضان الحالي ده لما أغلقت المساجد. فهو عنده بص أنا والله يا إما أصلي في المسجد الفلاني وراء الشيخ الفلاني وتبقى السماعات بالشكل الفلاني، يا إما أنا ما بصليش ومش هصلي. فدي مشكلة يا جماعة، وده ابتلاء ليك. هل يا ترى انت بتعبد الله سبحانه وتعالى، ولا بتعبد اجواء معينة، ولا بتعبد شكل معين، ولا بتعبد صورة معينة ليك انت بتقدسها؟ لا يا جماعة، في مبادئ بقى احنا محتاجين نأكد عليها مع بعض. ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا ان احنا بنعبد الله سبحانه وتعالى على مراده وليس على مرادنا نحن. ان من الايات اللي عايزين نقف معاها يا جماعة قول الله تعالى انفروا خفافا وثقالا. دي نقطة مهمة قوي احنا عايزين كلنا نفتكرها. لما نيجي نشوف في التفاسير ايه معنى قول الله تعالى انفروا خفافا وثقالا، معناها في النشاط وفي الكسل، في القوة وفي الضعف، في العسر وفي اليسر، في الفقر والغنى. اعبد الله سبحانه وتعالى على كل احوالك. في قصة جميلة قوي يا جماعة ليه الآية دي، ليه سيدنا أبو طلحة أول ما قرأ هذه الآية في سورة التوبة حس وقال لولاده والله أشعر أن الله سبحانه وتعالى يستنفرنا شيوخا وشبابا. إن مش بس كشباب، شوفوا يا جماعة قيمة التدبر بقى عند الصحابة. فولاده قالوا له يعني انت سنك كبر، انت يعذرك الله، يعني انت جاهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يا ابو طلحه حتى مات، وجاهدت مع ابو بكر الصديق حتى مات، وجاهدت مع عمر حتى مات، واحنا رايحين في جهاد بحري صعب وبعيد وطويل، انت هتيجي ازاي؟
قال جهزوني احملوني يا أبو طلحة، أنت ليك أولاد هيكفوك هذا الأمر وهيجهدوا عنك. قال جهزوني. فيا جماعة سمعوا كلامه لما رأوا هذه الهمة الكبيرة لهذا الشيخ المتدبر للقرآن بتأثره بآيات انفروا خفافا وثقالا وجهزوا فعلا، وطلع معاهم في البحر في السير إلى المعركة. وسبحان الله يا جماعة توفاه الله في هذه السفينة في الطريق. فاللي حصل إنه هو لما مات وهم لسه في نص البحر فمش عارفين يلاقوا أي جزيرة أو أي أرض يدفنوه فيها ولا ينفع يرجعوا، وفي نفس الوقت خايفين إنه هو كده جسده هيتحلل وهيتعفن وهيطلع منه ريحة وهنعمل إيه في المشكلة دي. فضلوا 9 أيام لحد ما لقوا جزيرة عشان يدفنوه فيها يا جماعة. فكانت طبعا مشكلة كبيرة جدا، ولكن أجر الله سبحانه وتعالى له كرامة. الكرامة دي يا جماعة إن ربنا سبحانه وتعالى جعل جسده كما هو، لم يتغير هذا الجسد، حفظ الله جسد هذا الشيخ المجاهد. فعاوزين يا جماعة إن احنا نتعلم في الجزء ده نقطة مهمة قوي، إياك تفضل تقارن مقارنات سلبية، إنك تقعد تقول أنا ما عدتش زي زمان فتسيب العمل، الدنيا ما عادتش زي زمان فتتوقف. إياك، الله حي لا يموت، الله كما كان، الله ثابت، الله سبحانه وتعالى كما هو، فلا تتغير أنت مهما تغيرت الظروف. اعبد الله سبحانه وتعالى على مراده في النشاط وفي الكسل، في اليسر والعسر، ما تكونش بتعبد الظروف وتعبد الهيئات، وأحسن كما أحسن الله عليك، ونتعلم بعد كده كيف يعاملنا الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم: وقد يبتلي الله العبد بفوات طاعته وعدم إدراكه لها ليعلم أنه لا يفعلها إلا بتوفيق الله وإعانته عليها، وأن الأمر كله ليس له وإنما لله، فيزداد العبد تذللا لمولاه فيزيده الله قربا واصطفاء. الجملة اللي سمعناها لابن القيم دي يا جماعة لازم نتعلم منها كويس قوي حاجة اسمها معاملة الله سبحانه وتعالى، إن الأمر ليس بيدك ولكن الأمر كله لله سبحانه وتعالى. إنك لازم تعرف إن الله سبحانه وتعالى بيعلمك ويربيك ويهذبك ويصطفيك. فزي ما في ابتلاء بالسراء في الطاعة وإنشراح الصدر وتيسير الأمور وإن تبقى المساجد مفتوحة والدروس متوفرة وفي شيوخ بتحفظ وفي صحبة صالحة، فده ابتلاء جميل بالسراء. كذلك قد تبتلى ضد الراء، ومفيش ابتلاء أشد من الفترة اللي احنا فيها دي، إن يبقى حتى المنظر اللي لما كنا بنشوفه كده كان ينشرح صدورنا لما نفتح ونتفرج على قناة المسجد الحرام أو المسجد النبوي، دلوقتي قلوبنا تنقبض لما نشوفها وهي فاضية، المساجد المفتوحة تتقفل، الإعانة على الطاعة اللي كانت موجودة في صلاة التراويح وغيرها نتحرم منها، النزول للمشاركة في الأعمال التطوعية والكلام ده نتحرم منها. فده ابتلاء. الابتلاء ده أحياناً بيفيد وبيربي ناس كتير قوي. ليه يا جماعة؟ أحيانا في ناس من شدة ثباتها على الطاعة ومن شدة إنها بقالها فترة كل حاجة بالنسبة لها سهلة، أحيانا بيحصل عندها عجب ورؤية للنفس وبيحصل كبر، والإنسان بيعتقد أن الطاعة دي بمزاجه، ولو شاء صام ولو شاء ما صامش، لو شاء قام ولو شاء ما قامش، لو شاء عمل ولو شاء ما عملش. فربنا سبحانه وتعالى عندما يطلع في نفسه على هذا الكبر أو هذا العجب أو رؤية النفس دي، فربنا سبحانه وتعالى بيريد أنه يربيه ويهذبه. فأحيانا يبتلى بأن الطاعة تكون صعبة عليه وتقيلة عليه، ويبتلى بأن الطاعة تفوته. ليه؟ عشان يعرف أن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. تلاقي حد مثلا واحدة كاتب قاعدة وتقول يا جماعة والله ده أنا ما ينفعش يعدي 2 وخميس ألا ما صوم،
واحد يقول والله يا جماعة ده أنا بقوم الفجر لوحدي من غير منبه، وكأنه هو اللي بيقوم نفسه وبينسى أن كل الطاعة دي وكل التيسير ده بيد الله سبحانه وتعالى، أو حد يشوف نفسه في حفظ القرآن وسهولة المراجعة، فبيبقى من ابتلاء رب سبحانه وتعالى ليه ومن معاملة رب سبحانه وتعالى ليه أن تبقى الطاعة تقيلة عليه شوية أو تبقى صعبة عليه شوية أو تفوته عشان يرجع لربه سبحانه وتعالى. ولازم نعرف أن في سياسات مهمة جدا لتعامل ربه سبحانه وتعالى مع العبد، سياستين مهمين أوي يا جماعة. أول سياسة اسمها سياسة التذكير، تاني سياسة سياسة الابتلاء والتهذيب. وانت ماشي في الطريق الله سبحانه وتعالى احيانا ربنا سبحانه وتعالى يذكرك ببعض الامور، بعض الامور دي ممكن تكون ايه انت تسمعها وانت ماشي من جنب اذاعه القران الكريم، ممكن تكون كلمه في درس، ممكن تكون نصيحه من حد لعلك تتذكر. السياسه الثانيه لو انت ما تذكرتش وفضلت بتبعد عن ربنا وماشي في الطريق وبتتكبر، سياسه الابتلاء والتهذيب. هتلاقوا يا جماعة إن كثير من آيات الابتلاءات هتلاقي في نهايتها لعلهم يرجعون لعلهم يتقون ولا نذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، هتلاقي إيه؟ لعلهم يرجعون. ودايما رب سبحانه وتعالى يبشرنا ويقول وإن عدتم عدنا. لو أنت رجعت إلى الطريق الصحيح ورجعت إلى الطاعة ورجعت إلى الانكسار إلى الله سبحانه وتعالى يعود إليك الفتح من جديد. فعشان كده لو أنت بتشتكي من ضعف الروح قد تكون أنت السبب، قد تكون أنت بتبتلى بأنك عديت بفترة معينة كان في عندك كبر وعب ورؤية للنفس، وربنا سبحانه وتعالى بيبتليك ليكسر هذه النفس وتعود إليه من جديد وتعلم أن الأمر كله بيد الله. افتكروا ربنا سبحانه وتعالى هو بيقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فدي نقاط مهمة إحنا عاوزين نفتكرها ونتدبرها ونفهمها كويس أوي يا جماعة. وفي النهاية يا جماعة عايز أختم بآية وحديث. الآية قول الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. ما تكونش بتعبد الله على حرف، على حرف دي ممكن يكون على شرط يعني على ظروف معينة، لو موجودة أعبد مش موجودة خلاص، أو على طرف واقف على طرف العبادة مش بيدخل فيه السلم كافة، لا ما تعبدش ربنا على شروط. النقطة الثانية يا جماعة حديث سيدنا عبادة بن الصامت لما بيقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، دي المبايعة اللي احنا نفسنا نعملها وده الواجب العملي علينا يا جماعة. عايزين كلنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه حي وكأنه بيننا على السمع والطاعة في العسر واليسر في المنشط والمكره في النشاط وفي الكسل في ظروف متاحة أو في ظروف مش متاحة. عشان كده نحتسب إن الظروف اللي احنا فيها دي إن شاء الله يكون رمضان ده هو الأعلى أجرا وسط الظروف المغلقة دي، ولكن نحن لا نعبد الظروف ولكن نعبد الله سبحانه وتعالى. وفي محاضرة جميلة عايزينها كواجب عملي برضو لدكتور أحمد عبد المنعم بعنوان على حرف، هتفرق معانا جدا لو عبدنا ربنا بالشكل ده يا جماعة إن شاء الله كل دي هتكون سبل قوية جدا لعودة الروح. وفي الحلقات الجاية إن شاء الله هنتكلم مع بعض عن أهم الأمراض التي تصيب الروح من ضعف الإيمان والفتور والانتكاس، ونتعلم مع بعض إزاي نتعامل معاهم ونعالجهم بشكل كويس. فنربي النفس على الإيمان.